السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. يحتج عدد من ذوي وأهالي السجناء السلفيين في نواكشوط تنديدا بما سموه منع السلطات لهم من زيارة معتقليهم، ودعا المحتجون السلطات الموريتانية إلى تلبية مطالب السجناء السلفيين المضربين عن الطعام وتسهيل الإجراءات لأهاليهم من أجل زيارتهم. قال نقيب هيئة المحامين الموريتانيين الشيخ الحندي إن وضعية الأطفال بموريتانيا تبعث على القلق في ظل ما سماه قصور التوعية بالترسانة القانونية وعدم تطبيقها، إضافة إلى غياب الآليات المتخصصة إداريا وقضائيا في المعاملة مع الأطفال بشكل يغطي التراب الوطني. جاءت تصريحات الحندي خلال ندوة بنواكشوط حول الحماية القانونية للطفل، نظم بالتعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين ومؤسسة هانس زايد الألمانية. خلدت موريتانيا اليوم الوطني لمحو الأمية تحت شعار التعليم الأصلي ضمان لمحو الأمية ومحو الفوارق الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والتعليم الأصلي أحمد لهل داود إن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة من خلال تعميم المدارس وتأهيل المحاضر والمعاهد وتنشيط مئات الفصول لمحو الأمية. أكدت مصادر إخبارية نقلا عن مصادر أمنية في نواكشوط اعتقال السلفي الشيخ للسالك الهارب من السجن المدني بنواكشوط منذ أزيد من أسبوعين، مضيفة أن الإجراءات جارية لنقله من غينيا بيساو إلى العاصمة نواكشوط. هذا وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين للشيخ قد أكد في تصريح الخميس الماضي أن الإجراءات الأمنية متخذة والتحريات جارية في سبيل إلقاء القبض على ولي السالك. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله.